لتفسدن في الأرض مرتين ولتأتين
وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسرن في الأرض مرتين ولتعلن فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبعوا ما علوا تتبيرا أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء
وليدخل المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما عدوا تتبيرا أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلنا فإن وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما عدوا تتبيرا وَأَمَّا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ
وجعلنا الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فالله تفصيلا وكل كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وجعلنا
كل شيء فصلناه تفصيلا وكل كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا One minute.